أكد مجلس جامعة الدول العربية رفضه التدخل في شؤون العراق الداخلية والالتزام باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره السياسي ووحدته الوطنية. وأدان المجلس بشدة في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المغرب اليوم، أدان جميع الأعمال الإرهابية التي يقوم بها التنظيم الإرهابي داعش وما أدت إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين. هناك موقف عربي موحد ضد الإرهاب بكل أشكاله، ولكن هناك بعض التفصيلات السياسية اللي تمكننا من إقناع أخوتنا، يعني ليس هذا مكانا ل لا ما فيش، يعني طالما صدر بيان يؤكد ما أردناه وهو الحفاظ على سيادة العراق، إدانة الإرهاب. وأعلن الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية عن عقد اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب على هامش الدورة 41 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقدها في 18 و19 من يونيو الجاري في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. تدور الآن مشاورات بين عدد من وزراء الخارجية، وأعتقد أن سوف يكون هناك اجتماع تشاوري وزاري على هامش الاجتماع منظمة التعاون الإسلامي بعد يومين في المملكة العربية السعودية، لأنه الوزراء يحتاجوا إلى أنهم يطلعوا أكثر على ما يدور وأنهم يتناقشوا فيما هو المطلوب. وأعتقد مثل هذا الاجتماع التشاوري سوف يكون هام ويمكن يحدد المسار إلى الأمام. ودعا مجلس الجامعة العربية إلى تحقيق الوئام والوفاق الوطني بين جميع القوى عبر عملية سياسية واضحة، مؤكدا على الالتزام باحترام سيادة العراق واستقراره السياسي ووحدته الوطنية ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.